الله الرحمن الرحيم. معكم محمد خيي رئيس نادي الاتحاد الرياضي قنيطرة للأشخاص ذوي الإعاقة وعضو بالجامعة الملكية المغربية للرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة. اليوم تتشاهدوا كما جرت العادة وكل سنة هذه النسخة الثامنة لتنظيم الأطوار النهائية للكرة الحديدية للأشخاص ذوي الإعاقة للموسم الرياضي 2023-2024 والمنظم من طرف الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة. وراكم تشوفوا تقريبا الجمعيات تقريبا جات من جل أنحاء الوطن، من وجدة، من كازا، من فاس، من سلا، الدار البيضاء، الحمد لله. والنادي واتحاد قنيطرة هو مشارك، وتقريبا لحد الآن تقريبا تيبلغ 75 مشارك بما فيهم ذكور إناث. تنتمناو الاتحاد الرياضي القنيطري يدير الزواجية في كأس العرش مثل السنة الماضية اللي فاز بها. وتنشكروا القناة ديالكم على التغطية الإعلامية، وشكرا لكم وتبارك الله. إذن شكرا بصفتي رئيسة النادي الرياضي جمعية الإخاء للأشخاص المعاقين مدينة وجدة، مشاركتنا اليوم في كأس العرش للكرة الحديدية مدينة القنيطرة بالدعوة من رئيس اتحاد القنيطري. احنا موجودين مع جميع الأندية وجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للأشخاص المعاقين التي نظمت هذه التظاهرة الرياضية. كنشكر جزيل الشكر على باش هاد الجمعيات يندمجوا ويشاركوا ويحسوا بصالهم حتى هما في هذا المجتمع في الرياضه بالمسؤوليه. وكنشكرهم بزاف بزاف، كنشكر الجامعه وجميع الجمعيات اللي نظمت هاد التظاهره، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بودرار رئيس النادي الرياضي القنيطري للكرة الحديدية اللي منظمين عنده اليوم الجامعة الملكية المغربية للكرة التظاهرة ديال كأس العرش. أول بدء هاد الإخوان كل عام كينظموا عندنا هاد الكأس الغالية بالشراكة مع الاتحاد الرياضي القنيطري للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. حنا النادي ديالنا منضوي تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية وعصبة جهة الرباط سلا القنيطرة. حنا اليوم جد فرحانين بالمشاركة ديال المكتفى ديال هاد الإخوان اللي جاو من جميع النواحي، جاو من طنجة، جاو من بن سليمان، من مراكش، من خميسات. المهم كانت واحد كانت تقريبا واحد 32 ثلاثي اللي شاف دابا راه البدايه، راه عطينا الانطلاقه ديال هذا الدوري هذا، وراه غادي هذاك الشيء غادي مزيان. بالنسبه لهاد الرياضه واش عندها شي دعم من المسؤولين في خصوصا مدينه القنيطره؟ انا نقدر نقول لك على بالنسبه لينا حنايا اللي عندنا منضوين تحت لواء الجامعه الملكيه المغربيه ماشي ديال العاديين، كيكون عندنا واحد الدعم من البلديه، هذاك الدعم كيعاونونا هي باش كننظموا حنا داك الدوري الوطني ديالنا، حيت حنا كاين عندنا واحد الدوري الوطني غنظموا في هاد النادي. تقدم الجامعة الملكية المغربية للرياضة أشخاص ذوي الإعاقة بشراكة وبتعاون مع جمعية النادي الرياضي القنيطري للكرة الحديدية نهائيات كأس العرش الكرة الحديدية الموسم الرياضي 2023-2024، ذلك بيوم الأحد 12 ماي 2024، بمشاركات العديد من الجمعيات تتضمن جمعية الاتحاد الرياضي القنيطري، جمعية فرع الرياضي جمعية نواة الحسنة في سليمان، جمعية السلوية، جمعية أجيال سيدي مؤمن الدار البيضاء،
جمعية بيضاوية، جمعية الإخاء وجدة، جمعية أبناء فاس، جمعية بسنة وجدة، جمعية أزرو. النهائيات كتعرف نوعين، الحركية والسمعية. بالنسبة للحركية هناك تواجد 11 جمعية، بالنسبة للسمعية تواجد 6 جمعيات. الأدوار كتمر بطبيعة الحال خروج المغلوب على أساس المرور إلى الأدوار المقبلة، كتشمل دور الربع، دور النصف ودور النهائي. كتسود الإخاء بطبيعة الحال، الأجواء إخاء وأخوية أكثر ما يمكن أن يقال عنها، أنها تمر في أجواء رياضية عالية. تسود جميع الجمعيات على أصنافها وأشكالها، كتجي كاين عندها من فاس كما قلنا، كاين جاي من وجدة. لما تعرف هذه البطولة يعني الكأس الغالية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للأشخاص ذوي الإعاقة. كتدعم الأشخاص المعاقين المغرب الجمعية، وعندنا جمعية ونادي رياضي جمعية الإخاء بوجدة أرض العيشة. هذا النداء كان نحيو هاد التظاهرات بحال هادو اللي كتخليو المعاقين في واحد الوضعيه مزيانه ان شاء الله، ويزيدوا قدام ان شاء الله، ويحفزوا المعاق، يعطيو واحد الاهميه. الحمد لله صح. بالنسبه للاشخاص المعاقين، واش زعما عندهم اهتمام بهاد الرياضه هذه؟ كيفاش تجلبوا هاد الاشخاص لهاد الرياضه؟ حنا عندنا هضره مع السيد الاهتمام الرياضي، حنا اللي كنعطيهم الاهتمام، فهمت؟ الدوله مقصره من جهتهم واحد شويه، فهمت؟ الدوله ما كتدعمهمش، حنا بالفضل ديالنا حنا بالفضل تاعنا قصيرين باش كنجيو هنا وباش كنديبلاسيو ومشينا لمراكش ومشينا للدار البيضاء ومشينا لفرنسا ومشينا لكونيترا، فهمت؟ غير بالفضل تاع المحسنين. وهاد باش ما يحرموش هاد الشريحة هادي، باش ما يحرموهاش. وكيفاش تجبد لك المستوى ديال المشاركين في هاد التظاهرة هادي؟ هو المستوى ماشي كثير، ولكن المشاركة موجودة من ناحية الإصدار، جاو المشاركين من التريبلات، جاو من التريبلات. Thank you.
إذن هنيئا لأبناء فاس كذلك بالفرش للكرة الحديدية، وهنيئا كذلك لجمعية بن سليمان النوايا الحسنة بن سليمان، الفوز بالكأس الغالية للموسم الرياضي 2023-2024 والذي تنظمه الجامعة الملكية للأشخاص ذات الإعاقة بالتعاون مع النادي الرياضي القنيطري للكرة الحديدية والاتحاد الرياضي القنيطري للأشخاص ذات الإعاقة. السيد الميموني رشيد عصر هنيئا لجمعية أبناء فاس بهذا التتويج، تتويج كأس العرش 20. إذن لحظات الفرحة، إذن هنيئا لأبناء فاس. الآن سيأتي الدور على الفائز بكأس العرش للإعاقة الحركية جمعية النوايا الحسنة بالسليمان. Thank you.